بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي الطلاب من جديد في هذا الدرس الثاني من الوحدة الثانية. عنوان درسنا اليوم هو مرحلة التحليل Analysis. يجب أن تكون عزيزي الطالب في نهاية هذه الحصة قادرا على أن تفرق بين المتطلبات الوظيفية والمتطلبات غير الوظيفية، وأن تكون قادرا على التعرف على طرق جمع المتطلبات وتحديد خصائصها وتحدياتها. ثم سنتعرف على آلية استخدام المخططات ونذكر أمثلة عنها. لنتذكر معا أعزائي الطلاب ما هي المرحلة الأولى من مراحل حياة النظام. ممتاز، إن مرحلة التحليل هي المرحلة الأولى من مراحل حياة النظام، والتي يتم البحث من خلالها في تفاصيل النظام المطلوب أو أي متطلبات يطرحها العميل، والتي تنقسم إلى متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية. فما هو يا ترى تعريف كل نوع من المتطلبات وكيف يمكننا جمعها؟ المتطلبات الوظيفية Functional Requirements هي ما يجب على النظام القيام به بشكل أساسي، وقد تشمل على سبيل المثال ما يلي: أنواع المستخدمين وأدوارهم وصلاحياتهم على النظام، الأزرار ووظائفها، إصدار التقارير المختلفة وطباعتها. على عكس المتطلبات الوظيفية، فإن المتطلبات غير الوظيفية Non-Functional Requirements تصف خصائص جودة النظام والمعايير التي تحكم تشغيله، وتتضمن سهولة الاستخدام والتوافقية، عدد المستخدمين وزمن الاستجابة، سهولة الإدارة، وتكاملية جودة البيانات. وضحنا الآن عزيزي الطالب أنواع المتطلبات، وقسمناها إلى متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية. فكيف يمكننا يا ترى جمع البيانات بهدف تحديد المتطلبات؟ ممتاز، يتم جمع البيانات لغرض التحليل من خلال الطرق الآتية: الاستبانات، المقابلات، الملاحظة، وفحص وثائق النظام الحالي. يمكن جمع المتطلبات عن طريق الاستبانات Questionnaires، وتعتمد هذه الطريقة على توزيع استبانات على أصحاب المصلحة لجمع المعلومات حول احتياجاتهم من النظام المطلوب. وتتميز هذه الطريقة بكونها تستغرق وقتا أقل من المقابلات، وأنه يمكن القيام بتحليلها تلقائيا من خلال استخدام النماذج الإلكترونية والبرامج المتخصصة. ولكن هناك بعض التحديات، مثل ارتفاع احتمالية وجود إجابات غير صحيحة، كما أن هذه الطريقة لا تخدم جمع البيانات الوصفية. يمكن كذلك جمع المتطلبات عن طريق المقابلات Interviews، وتعتمد هذه الطريقة على إجراء مقابلات مع الأشخاص من مختلف المستويات لمعرفة كيفية عمل النظام الحالي وما هو المطلوب من النظام الجديد. وتتميز هذه الطريقة بالعديد من الخصائص، لعل من بينها أنه يمكن تقديم تفسير فوري للأسئلة، كما يمكن تعديل أو تغيير الأسئلة. ولكن توجد العديد من التحديات، مثل توتر بعض أصحاب المصلحة أثناء إجراء المقابلة، وكذلك التكلفة المرتفعة. كما يمكننا جمع المتطلبات عن طريق الملاحظة Observation، حيث يقوم المحلل بمتابعة عمل النظام الحالي لتمييز التحديات وتحديد ما يجب أن يكون النظام الجديد قادرا على فعله لتحقيق أهداف أصحاب المصلحة. ومن بين خصائص الملاحظة أنه يمكننا تحديد العمليات المتضمنة داخل النظام بشكل فوري، وأنها أقل تكلفة من المقابلات، غير أنها لا تخلو من التحديات، حيث يتطلب معرفة شمولية بالنظام، وأن الشخص الملاحظ قد يغير طريقة عمله خلال الملاحظة. يمكننا كذلك جمع المتطلبات عن طريق فحص وثائق النظام الحالي، وتتضمن هذه الطريقة جميع المستندات الورقية وغير الورقية، مثل التقارير والنماذج والفواتير وسجلات السنوات السابقة المتعلقة بالنظام الحالي وتحليلها. وتمكننا هذه الطريقة من توفير الوقت وتوفير صورة واضحة لتصاميم المدخلات والمخرجات الحالية، غير أن تكلفتها المرتفعة وجودة الوثائق الموجودة ودقتها تمثل تحديات لهذه الطريقة. تمثل هذه الصورة مخططا يحتوي على معلومات وأشكال عديدة، فما هو تعريف المخططات حسب رأيكم؟ يمكننا أن نعتبر أعزائي الطلاب الرسوم التخطيطية
طريقة تمثيل مرئية للمعلومات باستخدام الأشكال والأسهم لإظهار الترتيبات والعلاقات المختلفة. وتعتبر الرسوم والمخططات أدوات مفيدة للغاية حيث تساعدنا على إنجاز مرحلة التحليل. وتستخدم المخططات أعزائي الطلاب لشرح البيانات الإحصائية ووظائف النظام وتمثيل العديد من العمليات بشكل أفضل، حيث يعتبر التمثيل المرئي للمعلومات باستخدام المخططات أكثر فعالية. كما إن عملية توظيف الأشكال والألوان المختلفة في رسم تخطيطي تجعل من السهل على القارئ مقارنة البيانات وتمييز المخرجات. هناك العديد من المخططات التي يمكننا استخدامها خلال المراحل المختلفة لدورة حياة النظام، ومنها مخطط سير العمل Workflow Diagram، مخطط حالة الاستخدام Use Case Diagram، مخطط الشجرة البيانية Tree Diagram، والمخطط الهيكلي Wireframe. وفي الختام، شكرا لمتابعتكم أعزائي الطلاب.